في إطار العمل المشترك للجمعيات والهيكل العمومية للدولة ومكونات المجتمع المدني لوضع حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عنها من مفقودين في صفوف الشباب، نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندوة صحفية عمل من خلالها على فسح المجال لعائلات وأسر المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية للتعبير وتسليط الضوء حول ظروف اختفاء أبنائهم على الحدود الإيطالية. باش نكون موضوعي، احنا بيدنا كمنتدى او كرابطه تونسيه او كمكونات اجتماع مدني يعني فرضت علينا اولويات وقعدت عائلات هذه وحدها. اليوم احنا حتى ندوه صحفيه اليوم في اطار الضغط التي تمارس علينا من طرف العائلات واتهامنا بالتقصير في عدم الوقوف معهم، ونعتقد انه حق انساني بالنسبه للامهات هذه باش تعرف حقها في اجابه مهما كانت هذه الاجابه سلبيه ولا ايجابيه، حقها في اجابه تعرف مصير ولدها، اذا مات نقول له مات واذا حي وين حي. الندوة التي استقطبت عائلات المفقودين في عمليات الهجرة غير الشرعية وقفت على أهمية فتح حوار حول السياسات الأوروبية للجوء والهجرة وحث ممثلين من اللجنة الأوروبية ومسؤولين سياسيين من دول الاتحاد الأوروبي على القيام بإجراءات رسمية تدعو لتحويل هذه السياسات. تم تنظيم هذه الندوة لتقديم الفرصة لأهالي وأسر المفقودين من ضحايا الهجرة غير الشرعية التونسيين منذ أكثر من سنتين، كما أنه نظرا لعدم وجود أي رد من قبل الحكومة الإيطالية حول هذه المسألة رأينا أنه من الأجدر تسليط الضوء بشأن قضايا المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص. مسؤولية ما وقع في حوادث غرق أو فقدان الأشخاص تتحملها أطراف عدة في مقدمتها السياسات الأوروبية التي تساهم من خلال الإجراءات الخاصة بالتأشيرة المعقدة نوعا ما بعرقلة عملية الهجرة، ما يضطر عددا من الشباب باتباع أساليب غير شرعية. أنا اللي خصني هو الجانب اللي القضايا اللي مرفوعة في تونس هي قضايا ما زالت في طور التحقيق، إلى حد الآن ما عناش نتائج معناها تأكد أنه الأشخاص هذوما شنو هو مصيرهم وشكون معناها السبب حول ظروف فقدانهم. لأن بقي حلم الهجرة يراود الشباب على أمل أن تكون الأراضي الإيطالية هي الملجأ الوحيد وببلوغها تتغير معالم الحياة لديهم، تبقى معضلة فقدان وغرق العشرات من خيرة شباب الوطن لغزا ينتظر الحل وأما تنتظر خبرا ينهي الحيرة.